هذا يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ها ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا، والأدلة أيضا كثيرة على الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، لأنكم تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي، هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور، أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة، محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر هكذا، هذا يدل على أن الأرض ثابتة. قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هليود مدري فين، وقالوا وخرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم.